عالية يا عالية اصحي. في ايه يا ماما؟ بس سمير بيه بره وعايزك. مين؟ انت عملتي حاجة؟ بقولك اعملي له اي حاجة يا شباب على بال ما اطلع. حاضر. وقررتي ما ترجعيش الشغل تاني؟ انا قررت ان انا مش هشتغل الشغلانة دي تاني. انت عصبية. انا اسفة بس اللي حصل لطني. انا لطني؟ معنى حل لطني. انت بتتريق عليا؟ لا لا بتكلم بجد. بصي عليها، انا مش جاي اقول لك ارجعي الشغل او الفيلا تاني. انا اقول لك ان انا اسف، واسف جدا، لانه اللي حصل معاكي ده انا سبب فيه، ان كان بشكل مباشر او غير مباشر. وبعدين عايز اقول لك ان انا ما نمتش الليل كله، لاني من زمان ما اتكلمتش مع حد بالصدق ده، بالحريه دي زي ما بتكلم معاكي. عايز اقول لك ان اللي حصل معاكي ده فيه ظلم كبير ليكي. انا عارف ان انت مش مضطره ترجعي الشغل، بس انا ملزم اني الاقي لك شغل احسن من اللي كنت فيه بمليون مره. اوكي؟ انا مش هشتغل في بيوت تاني يا استاذ سمير. ومين قال لك ان انا هشغلك في بيت حد؟ عليا، انا فاهم انت مين، وعارف كويس قوي انت تستاهلي. طبعا انا متخيل ان وشك احمر دلوقتي ومكسوفه مش عارفه تقول ايه. مش قلت لك انك بتشوف بقلبك مش بعينيك؟ للاسف كل اللي حواليا بتعاملوا معايا ان انا اعمى وان انا مسكين اغبيه. بحس في صوتهم بالشفقة. ايوه بس الشفقة دي للعاجز وانت مش عاجز. عالية، وانا ممكن اطلب من الطلب؟ اي طلب ممكن الا اني ارجع اشتغل تاني. لا لا طبعا، اننا نتكلم ونبقى اصحاب. ما عنديش مانع بس تنفذ وعدك ليه؟ وعدي ايه؟ انك تشوف لي شغلانة كويسة، انا محتاجة الشغل قوي. وبما انك عايزنا نبقى اصدقاء يبقى ده عربون الصداقه. طيب حاضر، انا عندي وعدي. طيب انا مش عايزه اقول لك اتفضل تتغدى معانا، ممكن اكلنا ما عجبكش. صدقي بقى انا كنت مستنى الجمله دي تقوليها لي عشان اقول لك يا ريت. شفتي قد ايه انت بخيله وضيعتي عليا الاكل؟ بس خلاص نعوضه مره تانية ان شاء الله. ممكن لو سمحتي تكلمي لي السواق يجي ياخدني؟ انا هنزلك. انت مش خايفه من الحاره يقولوا مين ده ونازله وماسكه في ايده ليه؟ انا ما بخافش من اي حاجه طول ما انا صح. بجد انا من زمان ما حدش قال لي الكلام ده. انت عارفه انا احسن حد كنت بختار الالوان المناسبه لبعضها. ما هو ده احساس بالالوان زي الاحساس بالبني ادمين، البشره الوان زي ما انت قلت. صح صح، وانا اني لون فيهم بقى؟ انت كل الالوان مع بعضها. يا للدرجه دي انا معقد؟ لا لا بالعكس، انت من جوه ابيض قوي بس بتحب تخبي ده. برافو عليكي، انت دلوقتي بداتي تفهمي لغه الالوان بتاعتي. يلا يلا. انت عايز نسمع الكلام اللي انت بتقوله لها واللي هي كانت بتقوله لك واسكت؟ قال لها برافو انت كويسه. وبعدين؟ مفيش بعدين، انت لازم تعرف ان كل اللي صدر مني ده طبيعي جدا. لا مش طبيعي، وانت مش طبيعية، وانا عارف اللي في دماغك كويس قوي. وايه اللي في دماغي؟ اللي في دماغك يا كاميليا انك بتتنازلي وبتتجوزي واحدة اعمى، وان الاعمى ده لازم يقدم لك فروض الولاء والطاعة، ومهما قدم لك مش هيرضيكي. لا 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 صحيح، انت غلطان. لا انا صح، وصح جدا.
أنا بقول لك يا كاميليا، أنا للأسف مش هكمل معاكي، مش هتجوزك. عارفة ليه؟ كل ده عشان البنت البيئة الخدامة المعفنة اللي تدير ليه النهار تلف وراها واللي لعبت بدماغك؟ البنت البيئة المعفنة الخدامة دي عمري ما سمعت منها كلمة من الكلام الوقح اللي انت بتقوليه. يعني الشغالين والخدامين طلعوا أحسن منك يا كاميليا. أنا ما أسمح لكش تكلمني بالطريقة دي، وكل كلمة قلتها دلوقتي أنا هوصلها لعبد العزيز بيه. قولي له، وقولي له كمان إن إحنا ما عدناش مخطوبين، وأنا برضه هقول له يمشيك من الشركة، عشان شخصيتك السيئة دي هتسيء للشركة أكتر ما هتفيدك. سميرة أنت بتعمل معايا كده ليه؟ سميرة أنا بحبك وبغير عليك. لا 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 خلاص، خلصنا من الكذب واللعب ده. أنت عمرك ما حبيتيني، أنت بتحبي نفسك، بتحبي عربياتي، بتحبي فيلتي، بتحبي عبد العزيز بيه وفلوسه اللي انا هورثها طبعا، ما انا ابنه الوحيد. بس الكلام ده كله خلاص انتهى، بقى في الاحلام عن اذنك. عالية، انت برضه مصممه على اللي في دماغك؟ انا بس عايزه اعرف هما مين، عايزه اشوفهم اعرف شكلهم حتى. طب يا حبيبتي هتستفيدي ايه طالما مش هتقولي لهم ولا هتطالبي بحقك؟ وحتى لو طلبتي بحقك مش هتاخديه، صدقيني. مش عارفه هعمل ايه، انا اصلا مش عارفه اعمل ايه لو شفت حد فيهم، وعارفه ومتاكده ان اللي يرمي لحمه ودمه من زمان كده عمره ما يديها حقها حتى لو كان ايه. عالية، انت وعدتيني انك هتشوفيهم علشان تعرفي هم عايشين ازاي وبس. حاضر يا ماما، متقلقيش. لو سمحت وسيم بيه موجود؟ اه موجود. طيب انا داخل يا اخي. ايه راح فين؟ تعالي هنا، يعني مكان غير بواب؟ بره بره. الو؟ ايوه يا استاذ سمير، يا رب يكون عندك اخبار مفرحه. لا طبعا ما اقدرش اقول لك لا، يمكن تكون وفيت بوعدك وجبت لي شغل. طيب ماشي ماشي، باي باي. مره سالتك شكلك ايه وقلت لك توصفي لي نفسك، بس انت رفضتي. هو انت جايبني هنا عشان تقول لي الكلام ده؟ انا فعلا حابب اعرف شكلك ايه. انا كنت بشوف، انت عارفه ان انا كده نتيجة حادثة. وبعدين؟ يعني قصدي أقول لك أنت تشبه مين في المشاهير؟ وقتها هعرف ملامحك وهعرف إزاي أتخيلك. بس أنا مش عايزاك تعرف شكلي ولا تتخيلني. ليه؟ عايزاك تتخيل إن أنا أجمل بنت في الدنيا وإن مفيش أجمل مني. آه قول لي، عملت لي إيه في موضوع الشغل؟ إن شاء الله قريب هيبقى في كلام كويس. هو انت تعرف حد في شركة وسيم للاستيراد والتصدير؟ اه اعرف وسيم، كان معايا في المدرسة. كان معاك في المدرسة؟ اه. على فكرة دول ناس محترمة قوي، بس اشمعنى وسيم يعني؟ يعني زي ما انت قلت ناس محترمين، وانا عايز اشتغل عند ناس مضمونة. ماشي حاضر، هكلمه اكيد هيفتكرني، مش هيرفض لي طلب. تبقى عملت لي خدمة كبيرة قوي. مش لما تعملي انت الخدمة اللي انا طلبتها؟ اللي هي ايه؟ ايه يعني يا سيدي؟ وصفي لي نفسك. شوف بقى انا هقول. الو؟ ايوه يا ليلى. ايه مستشفى؟ طيب خلاص انا جايلك حالا. خير في ايه؟ ليلى صاحبتي وجارتي في المستشفى، لازم اروح لها حالا. لحظة لحظة، هخلي سواق يوصلك.